بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم في الفيديو ده عن ليست اوف ماثيماتيكال سيمبلز ان انجلش. اول سيمبل عندنا اللي هي علامه الجمع دي احنا بنسميها بلس. تاني علامه عندنا اللي هي علامه ماينس. تالت علامه عندنا اللي هي اسمها علامه الضرب دي اسمها مالتبلايد باي. علامة الاسم اسمها divided by. زائد او ناقص ليها plus or minus. علامة اكبر من اسمها is greater than. علامة اقل من اسمها is less than. دي اسمها علامة يساوي اسمها is equal to. طب لو حط لي خط على اليساوي كده يبقى اسمها is not equal to. دي علامة التقريب اسمها ايه is similar to. ده علامة اسمها is congruent to. علامة infinity ده علامة أكبر من أو تساوي اسمها is greater than or ايه or equals. يبقى أكبر من أو تساوي دي علامة أقل من أو تساوي اسمها is less than or equals. بعد كده عندي في علامات تانية. العلامة دي اسمها is equivalent to. العلامة دي معناها implies. ده علامة سيتا. ده علامة فاي اللي احنا بنسميها ايه امتي سيت. ده علامة دلتا او تراينجل. يبقى تراينجل اور دلتا. دي علامة فور اول. ده علامة باي اللي عندنا بكام يا جماعة؟ اللي هي بتلاتة بوينت وان فور وان فايف ناين. اللي احنا ساعات بنقول عليها 3.14%. طيب بعد كده عندي اي بي مستقيم اللي احنا بنسميه ايه؟ لاين اي بي. طب لو كان فوق الاي بي شعاع كده هنسميه راي اي بي. طب لو كان فوق الاي بي قطعة مستقيمة هنسميها ايه؟ سيجمنت اي بي. لو كان عندي فيه زاوية والزاوية دي كانت في شعاعين كده وكونوا لي زاوية قايمة هنسميها رايت انجل. طب لو عمل لي زاوية اقل من الزاوية القايمة كده تبقى اسمها زاوية حادة، او احنا هنسميها دلوقتي حاليا زاوية اسمها انجل. دي علامة اسمها سمشن اوف او سم اوف. ده علامة braces او grouping. دي علامة اسمها practice. practices ده رمز ايه؟ parentheses او grouping. في عندي رموز كمان. الرمز ده اسمه انتجرال. الرمز ده اسمه انترسكشن اوف تو سيتس. الرمز
الرمز ده اسمه يونيون اوف تو سيتس، الرمز ده اسمه فاكتوريال، ده علامة اذا اللي اسمها زير فور، الجذر ده اسمه سكوير روت اوف، سكوير روت اوف، ده علامة التعامد اللي اسمها بنديكولار، بيربنديكولار، بير بن ديكولار، ده علامة اكسيستس، ده علامة النسبة المئوية اسمها ايه؟ بيرسنت. وشكرا.